السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. احنا عملنا الفسيخ وسيبناه يستوي، تعالوا معانا نفتحوه سوا. بس للأسف والله يا جماعة الفيديو بتاع عمايل الفسيخ اتلغى من عندي، فان شاء الله نفتحوه ونشوفوا الفسيخ عامل ازاي، وان شاء الله اعمل لكم فيديو جديد ان شاء الله لتفسيخ الفسيخ تاني. تعالوا نشوفوا كده، هنشوفوا يا رب ربنا يستر، وتعالوا نتفرجوا سوا الفسيخ جوه اخباره ايه بعد ما سيبناه سوا. خد راحته. بسم الله الرحمن الرحيم، لفينه كويس بقى يا جماعه، ولبسوا له تيب بقى والبلاستيك الغذائي واكياس بقى ياما جدا، شايفين؟ لا عشان ما يدخلوش اي هوا، لازم يبقى مقفول كويس كده، كويس جدا. ما شاء الله ريحته ابتدت تبان. احنا الفسيخة اهو يا جماعه، كان اكياس كتير بقى فقصيناها وكده. بصوا ما شاء الله ريحه الفسيخ تحفه يا جماعه، شوفوا لونه، شوفوا ما شاء الله، شوفوا الفسيخ مش منفوخ، بطنه يا جماعه بصوا مش منفوخه خالص، شوفوا ما شاء الله بجد، شوفوا. ودي ميته مش كتير وجميله جدا، شوفوا يا جماعه الفسيخ، فسيختين انا عامله فسيختين بس حجمهم كبير. تعالوا هنلم بقى كل الكلام ده ونحطهم على الصينيه، نشوفوهم برضو. ننضف بس المكان هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اكياس كتير يا جماعه، لازم اكياس ياما علشان ما يخشلهوش اي هوا عشان ما يبص منك. ان شاء الله اعمل لكم فيديو مكان اللي اتمسح، نشوفوه برضو هنعمله تاني ازاي بنفس الطريقة اللي عملت بيها. جميل جدا، شوفوا يا جماعة ما شاء الله، شوفوا يا جماعة الفسيختين شكلهم تحفة تحفة بجد. هنفتحوا واحدة مع بعض ان شاء الله نشوفوها من جوه لحمه عامل ازاي. بسم الله بسم الله كده، تعالوا نفتحوه سوا نشوفه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة، بسم الله كده نشوفه بالراحة. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحاجات دي كلها بتتشال. انا حابه اوريه لكم كله ياهم، كل حاجه يا جماعه قدامكم عشان تشوفوا الفسيخ طالع بجد طري من جوه جدا، حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا يا جماعه دي الدهنة بتاعته يا جماعة، كان دسم فسيخة ما شاء الله، سمنة بصراحة، حلوة قوي. بسم الله كده شوفوا، مفيش حاجة بتترمي، الحاجات دي بتتمصمص يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، اكسرها كده، مفيش حاجة هتترمي. استنوا ثواني، امسح كده، شيلوا بقى اي حاجة سمرة كده، شوفوا يا جماعة تحفة تحفة بجد، وجميل جدا، ريحته فظيعة. شايفين يا جماعة الفسيخ سمنة، جميل جدا تحفة، طعمه حلو قوي. هدوق يا جماعة ثواني، بجد حلو قوي وملحه جميل جدا، تحفة تحفة بجد. حتة كمان معلش، حلو قوي. اتمنى
تجربوه ان شاء الله. اعمل لكم فيديو عن طريقة عمايله، حلو جدا. اعمل لكم فيديو ان شاء الله عن طريقة عمايله تاني عشان الاولاني اتمسح مني، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.